I جود مورنينج جايز. النهارده حابه اقول لكم الروتين اللي انا بعمله في الايام اللي بحس ان فيها عندي توتر بدون اي سبب او حتى بسبب. اكتشفت ان اكتر حاجات ساعدتني ان انا اتمشى كتير وسط الطبيعه لو اقدر، بس المشي بصفه عامه يعني من الحاجات اللي ساعدتني جدا اني اتهدي نفسي واحس بالسلام الداخلي اللي انا ببقى عايزه اوصله في فتره التوتر والقلق النفسي، خاصه ان احنا كبنات بيجي لنا فترة في الشهر بنحس بقلق وتوتر بدون حتى سبب، فسواء بسبب او بدون سبب. فانا جاية اقول لكم النهاردة ايه الحاجات اللي انا يعني بتعود او بحاول اعملها في الفترة دي لما بحس بكده. يلا بينا نبتدي بلوج اليوم، وما تنسوش تشتركوا بالقناة وتعملوا سبسكرايب وتفعلوا جرس الاشعارات عشان يوصلكوا كل فيديو جديد. Oh,
طبعا يا جماعة، من برضو الحاجات اللي ساعدتني ان اتأمل حواليا جمال الطبيعة، جمال الورود. يعني انا الحمد لله هنا في مكان جميل جدا. بحاول دايما ان اصحى بدري استمتع بقى بالجمال ده. حتى هنا يعني هنا مفيش حواليا ناس، بس لو انت عايشة في مدينة يفضل ان انت تصحي قبل الناس وتحسي بالطبيعة حواليك. شايفين منظر السماء؟ فمع وقت ما انا بتمشى بحاول اتأمل الحاجات الجميلة اللي حواليا دي كلها. حتى لو انا مش بحب الشمس قد كده، بس الشمس الصبح بتبقى لطيفة جدا على البشرة، فيتامين دي بتحسنلك من حالتك النفسية لو انت حاسة بأي حاجة مش حابها. وطبعا من وقت للتاني ما حاولوا ان انتوا ما تنسوش تدلعوا الطفل اللي جواكوا، روحكوا روح الطفولة جواكوا. دايما من فترة التانية كده حاولوا ان انتوا تروحوا تعملوا حاجة يعني اتعودتوا كنتوا متعودين تعملوها وانتوا اطفال. ان شاء الله حتى ترجمة
يا حلوين، ده كان فيديو النهاردة ازاي بعمل سيلف ريتشارج لنفسي لما بحس بفترة ان انا نفسيتي واقعة او ما عندي انكزايتي او عندي مشكلة. فدايما بعمل الروتين ده، وبحاول دايما اخلي حياتي ماشية على الروتين. بتبقى صعب شوية في السفر الالتزام بنفس الروتين اليومي، بس على قد ما اقدر بحاول التزم بالروتين، لان ده اللي بيخليني احس ان انا ستيبل او ان انا بكون مبسوطة اكتر وفرحانة. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس الاشعارات كلها. اي عندكم اي اسئلة عايزين تسألوها لي اكتبوا لي في الكومنتات وانا ارد عليكم. وما تنسوش تتابعوا ستوريهاتي على الانستجرام وتعملوا لي فولو على الانستجرام. اشوفكم في حلقة جديدة. باي باي.